السنه اللي فاتت. فرصه سعيده ان احنا نشوفك في اسكندريه. انا اسعد. انا من اسكندريه اساسا يعني. دكتور مين حضرتك؟ تعرفنا بنفسك؟ دكتور خالد دراره، استاذ جراحه القلب والصدر في وانت عارفه ان بقينا متخصص في جراحه الصدر وجراحه القلب والاطفال وجراحه القلب والاطفال. انا واخد جراحه القلب والاطفال. دكتور حضرتك اول مره تشاركنا المؤتمر؟ لا انا منتظم فيه. اول مؤتمر. طب دكتور حضرتك شايف ايه السنه دي مختلف في المؤتمر؟ والله انا شايف اهتمام اكتر كل سنه بجراحات القلب، خصوصا جراحات القلب والاطفال اللي ليها اكتر من سيشن في الفيكتوريا بتاع القلب. وكانت فرصه نعمل كونتاكت مع الزملاء على مستوى الجمهورية ونشوف ايه المشاكل والصعاب اللي بتقابلنا من حولنا. دكتور كنت عايزه اعرف من حضرتك مواضيع السيشنز بتاعت حضرتك السنه دي. السيشن انا داخل انا كنت شير بيرسون في السيشن النهارده، انا برضه شفت السيشن الساعه 5 ونص هيبقى فيها دسكشن على بعض انواع الجراحات في القلب والاطفال. طيب كنت عايزة أعرف من حضرتك، هل المؤتمر ناقش جراحات الأطفال؟ ناقش جراحات قلب الأطفال علاوة على الأمراض بجميع أنواع أمراض القلب وجراحات القلب. إحنا بالنسبة لنا أنت عارفة في اسكندرية الحمد لله عاملين نشاط كويس لجراحات القلب والأطفال اللي هي الطب، وفتحنا مركز جديد مستشفى سبورتي للأطفال. الحمد لله الدولة بتوفر لنا للمرضى من أول سنة الولادة ل 18 سنة إن هي بتعالجهم على حسب التأمين الصحي. فبنحاول بس نلبي الخدمة دي في كمية مستشفى الطلبة في سبورتي بحيث أكبر عدد يستفيدوا بالمجاز. دكتور كنا عايزين نعرف من حضرتك ما الجديد في جراحات القلب والأطفال؟ أسمعش السؤال. حضرتك وايه ما الجديد في جراحات القلب للاطفال؟ والله يعني العلم ما بيخلصش، دايما في جديد كل سنه. في جراحات قلب الاطفال في تعاون بينها وبين امراض قلب الاطفال، في بعض الحاجات بعض العيوب الخلقيه بالقلب حل مشكلتها بالقسطره، وفي بعض مضاعفات القسطره في حل الحاجة الجديدة في جراحات قلب الأطفال التعاون المستمر بينها وبين أمراض قلب الأطفال والأساطير بتاعت قلب الأطفال. ميرسي جدا يا دكتور، ساعدنا